إنهم شباب أوشنز 11 الحقيقيون، أفضل لصوص الخزائن وعصابات السطو على المصارف وسارقي الجواهر في العالم على الإطلاق. هؤلاء لم يكونوا لصوصاً عاديين، كانوا عباقرة. كنت الأفضل بين الأفضل. جرائمهم العالية المخاطر والرفيعة المستوى تغطي العالم. في قلب أوروبا عصابة غامضة من اللصوص النبلاء ينسقون لسرقات أغلى ماسة في تاريخ الكرة الأرضية. ماس، مجوهرات تقدر القيمة بنحو 400 مليون يورو. كما في فيلم مدينة الخطيئة، بطل متطرف له علاقات مع حكام شيوعيين مستبدين ينهب الصناديق النقدية لأكبر فندق في العالم. بالتأكيد إنه أكبر رص فنادق في تاريخ لاس فيغاس. في ولاية كاليفورنيا المشمسة، رجل سماه مرة مكتب التحقيقات الفيدرالي أعظم لص في العالم ينطلق في عملية سرقة خطرة مصممة لإسقاط رئيس أمريكي من منصبه. سبعة رجال أو ثمانية يواجهون الرئيس، هذه شجاعة، من يفعل ذلك؟ في الأرجنتين، فريق من المحتلين الأذكياء ينفذون سطوا جريئا في ضوء النهار على بنك، ثم يختفون في سراديب تحت بوينوس آيرس. كان الأمر مثاليا جدا، عندما وصلنا إلى البيت شاهدنا السرقة على التلفزيون. وبرغم كل النجاح، كل واحدة من هذه السرقات الكبرى اتسمت بخطأ واحد بسيط ولكنه فادح. الجميع كان يقول هذا لا يحدث إلا في الأفلام، لكنه حدث في الحقيقة. هل هذه الأخطاء الضئيلة تكون كافية لجلب هؤلاء اللصوص للعدالة، أم أنهم سيتمكنون من الهرب بأمان؟ بقيت هاربا 8 سنوات، وهي أفضل 8 سنوات من حياتي. ما من خيال في هذه القصة، هؤلاء الرجال هم لصوص بمهارة عالية. البيلاجيو، الجوهرة الملكية في لاس فيغاس المتألقة، ذات بطاقة السعر الأساسي التي تبلغ ما يقارب 2 ملياري دولار. هذا الفندق يمتد على أكثر من 0.5 كيلومتر مربع ويضم أحد أكثر أماكن ألعاب الماء شهرة في العالم. بيلاجيو هي قطعة فريدة وجميلة، مشهد الماء وحده في الواجهة هو أحد المعالم السياحية الأكثر زيارة في أمريكا. وفي صيف عام 2000 كان البيلاجيو أيضا ساحة لواحدة من أكثر السرقات عنفا في تاريخ لاس فيغاس، والسبب وجيه. مع ملايين الدولارات المتداولة في الأيدي وعلى عجلات روليت الفندق التي لا تعد ولا تحصى، طاولات لعب الورق وصالات التسلية في كل يوم، يمكن القول إن البيلاجيو هو الهدف الرئيسي في فيغاس، لكنه أيضا واحد من الأكثر أمنا، ابتداء من القباب السوداء في الأعلى إلى العدسات ذات الثقب الموجودة في الجدران والسطوح. 2000 كاميرا تراقب 13,935 متر مربع من الفندق. المكان الوحيد الذي لن تجد فيه كاميرا هو غرفتكم الخاصة وغرفة ضيوفكم. لدينا قدرة كبيرة تصل إلى 30 مرة على كل الكاميرات المتحركة لدينا، فهي تدور وتميل وتكبر، لذا يمكنكم من ارتفاع عال أن تروا الوقت على ساعة شخص ما. على الرغم من الحماية الصارمة خلال تاريخ بيلاجيو منذ 10 سنوات، حاول مئات من اللصوص، لاعبي الورق ورجال ثقة، سرقة الفندق، وكلهم فشلوا فشلا ذريعا باستثناء واحد. ضربته التي استهدفت الصندوق النقدي الرئيسي للبيلاجيو كانت ذروة لموجة جريمة درت عليه ملايين الدولارات، وشملت غارات غير متوقعة في السابق على 5 من أكبر فنادق تلك المدينة والأكثر أمنا. خوسيه هو بالتأكيد أكبر لص فنادق في تاريخ لاس فيغاس. ولد في كايميتو ديل غويابلا كوبا عشية عيد الميلاد عام 59. تربى خوسيه فيغوا على جرعات مكثفة من خطابات فيدل كاسترو المناهض للولايات المتحدة. بالسن 13 أرسل فيغوا إلى الاتحاد السوفيتي ل6 سنوات من التدريب العسكري، وبعد ذلك قاد فصيلة قتال كوبية بهدف العمل في أفغانستان. ولكن خلال هروب ماريا للجماعي بالزوارق عام 80 هرب فيغوا إلى الولايات المتحدة وانتقل من ليتل هافانا إلى لاس فيغاس. مثل الكثيرين الذين انتهى بهم الأمر في لاس فيغاس، فشل فيغوا أكثر مما نجح. في عام 89 ألقي القبض عليه بتهمة تهريب الممنوعات. كان جزءا من عملية غش، حيث تسلل عملاء سريون من مكتب التحقيقات الفيدرالي داخل تجار الممنوعات الكوبيين وألقي القبض عليه.
وبالقفز السريع إلى ما بعد 13 من ديسمبر عام 96، وبعدما أمضى أكثر من 7 سنوات في السجن، عاد خوسيه فيغو المفلس إلى شوارع لاس فيغاس تحت المراقبة ومع الكثير من الأمور ليشكو منها. كان رجلاً يشعر بأن العالم يدين له بشيء، ولم تكن لديه مشكلة في الوصول إليه، ولم يكن يهم ماذا يتطلب الأمر. بدأ فيغو عبر تجنيد أصدقاء أوسكار سيسنيروس، لويس سواريس وبيدرو دورانتي، وإقامة معسكر تدريب عسكري على النمط السوفيتي في وسط صحراء نيفادا. عرض فيغو هؤلاء الرجال الذين جندهم لهذا التدريب كي يوصلهم إلى المستوى الذي كان يعتقد أنهم بحاجة إلى بلوغه. علمهم كما تعلمون الصواب من الخطأ، كيفية حمل السلاح، كيفية إطلاق النار، وتدربوا كل بضعة أيام. في غضون أسابيع حول فيغو جنوده إلى قوة ضاربة حقيقية، ثم بدأ بمراقبة مجموعة فنادق ومستودعات سيارات مصفحة في لاس فيغاس. راقب التدابير الأمنية، قام بتدوين الملاحظات حول كيفية تحرك المال، ورسم خرائط الهروب. لقد اختاروا الفنادق التي كان لديها طريق هروب سهلة وسريعة أيضاً، والتي لديها مخرج واضح. بعد 3 أشهر من الاستطلاع، اختار خوسيه فيغو الهدف الأول لفريقه. إنه هدف طموح بالتأكيد، MGM Grand. أعتقد أن جزءاً من جاذبية خوسيه فيغو يرجع إلى حقيقة أنه أراد أن يتصدر عناوين الصحف. 20 سبتمبر عام 98، 11:26، خوسيه فيغو وأوسكار سينسيروس يدخلان MGM كخطوة أولى لما سيصبح سلسلة أسطورية من السرقات. يرتديان القبعات والنظارات الشمسية وترسانة كاملة من مسدسات الجلوك. يشق الرجلان طريقهما عبر أرضية الفندق نحو مجموعة من الأبواب المزدوجة. هناك شاحنة مع حارسين مدرعين وصلت للتو وتستعد لتسليم ملايين لا تحصى من أموال الفندق النقدية إلى مصرف قريب. لكن فيغو وسيسنيروس ينصبان كميناً للحراس في المدخل بالقرب من مرأب السيارات، يستوليان على أسلحتهم ويفران مع حقيبة تحتوي على 1.5 مليون دولار نقداً وعلى شكل شيكات قبل أن يختفيا. تستغرق المهمة بأكملها أقل من دقيقة. ذهبا إلى هناك نحو العمل مباشرة ثم خرجا. كانت الضربة سريعة وفعالة، لدرجة أن شرطة فيغاس وأمن MGM لم يكن لديهما أي فكرة عن المسؤول. بعد فترة ليست طويلة من سرقة MGM، شرع فيغو وطاقمه بمهمتهم التالية، مهمة أكثر منهجية وأكثر جرأة من سرقة MGM، ويتردد أيضاً أنها أكبر موجة سرقة سيارات في تاريخ لاس فيغاس. عند نقطة معينة يتوجه الفريق إلى إحدى ساحات ثريفتي للسيارات مع ناقل سيارة، متظاهرين بأنهم موظفون لنقل السيارات وقد استطاعوا الفرار مع 11 سيارة. من شبه المستحيل تتبع سيارة أجرة مسروقة لأنها ليست سيارة شخص ما، لذلك هي تسرق بشكل كبير. لكن فيغو لا يبيع السيارات في السوق السوداء، بدلا من ذلك هذه السيارات ستستخدم كوسيلة هروب في جريمة أكثر دهشة بعد يخطط لها فيغو. يبدأ خوسيه فيغو الذي يعمل انطلاقا من منزله في الضواحي الفاخرة بحشد أسطول من السيارات المهربة وترسانة من مسدسات نصف آلية وبنادق قناصة روسية وقنابل يدوية. كل أنظار فيغو ومجموعته مركزة على هدفهم المقبل. في 28 يونيو عام 99، حراس الأمن يقومون بتحميل نقد في شاحنة قرب مدخل خدمات فندق ديزرت إن، مرتدين أقنعة تزلج وسترات واقية من الرصاص وبنادق. فيغو وطاقمه هنا لاستقبالهم. بحسب العملية التي اتبعوها في فندق ديزرت إن، انتظروا السائقين ليخرجوا وعندها حاولوا نصب كمين. ولكن ما فاجأ فيغو كثيراً رفض الحراس التراجع، وتلا ذلك تبادل لإطلاق النار. كان الحراس قادرين على تبادل إطلاق النار خلال عملية العودة إلى الشاحنة، بينما كان يطلق عليهم النار. حارس برينكس مصابان بجروح، وفيغو وشركائه أرغموا على الفرار خالين الوفاض، إلا أن خطتهم الجديدة للهروب تنجح بشكل ممتاز. كانوا يستخدمون آلية للسرقة، وبعد ذلك يذهبون إلى مكان محدد سلفاً ويبدلون تلك السيارة بسيارة كانوا قد ركنوها هناك. لذا حتى لو اتصل شخص وقال إنهم كانوا في شاحنة حمراء وصعدوا على متن سيارة زرقاء، فسيقومون بترك تلك السيارة الزرقاء والذهاب بعيداً. وبعد بضعة أشهر ضرب فيغو وطاقمه معلماً آخر من معالم فيغاس،
ماندالاي باي. كان خوسيه فيجوا يحمل مسدسين، وكان أوسكار سيسنيروس هو الشخص الذي استولى على المال من رجال الأمن. خرجوا من الفندق وانطلقوا في سيارة مسروقة كانت متوقفة في موقف للسيارات. بلغ المبلغ المسروق 100,000 دولار، وهذه المرة أيضاً لم يحصل أي من الشرطة وأمن الفندق على أي دليل. لقد كانوا لصوصاً محترفين في مهمة، كانت عمليات السطو متقنة ومحكمة التخطيط. في مدينة بنيت على ظهور رجال العصابات، أصبحت سمة التهور التي يعمل بها فيجوا ورجاله حكاية كأساطير فيغاس. ليس السطو على فندق ما في لاس فيغاس أمراً عادياً، كان وقع هذا صاعقاً. في 3 مارس عام 2000 شن فيجوا ورجاله هجوماً آخر لم يكن ناجحاً كسابقاته، وأدى إلى سقوط العديد من القتلى. هاجم فيجوا ورجاله شاحنة مصفحة أثناء جباية النقود من متجر محلي لبيع الألبسة. لقد كان خوسيه فيجوا يعلم متى سيصل رجال الأمن والشاحنة المصفحة من أجل جباية إيرادات اليوم السابق. مرة أخرى تواجه المجموعة مقاومة، ولكن هذه المرة عندما كاد يهم الحارسان باستخدام أسلحتهما أطلق فيجوا النار وأرداهما قتلين، فتحول فيجوا في هذه اللحظة من أسطورة لاس فيغاس إلى عدو الناس الأول. أمور كثيرة تغيرت حين قام فيجوا بقتل حراس تلك الشاحنة، فأن تدخل إلى مكان ما وتسرق الأموال فهذا أمر يحدث، ولكن أن تقوم بقتل رب أسرة وفتى في 19 من العمر فهذا أمر مختلف. إن كان خوسيه فيجوا قد ندم على المجزرة التي ارتكبها أو اعتراه قلق بشأن الاهتمام المتزايد لتطبيق القانون، فهو لم يظهر ذلك، وهو لم يختفي حتى، بل واصل التخطيط لارتكاب الجرائم بينما كان ينعم برفاهية وهو جالس في غرفة معيشته. قبل أن يمضي شهر على مجزرة هندرسون، قام فيجوا بأكبر سرقة مهينة للأمن في أحدث فنادق ستريب نيويورك نيويورك. فوجئ حراس الأمن الذين كانوا يدفعون عربة كبيرة مليئة بالنقود في 22 أبريل في 4:30 صباحاً برؤية فيجوا وسيسنيرو اللذان جرداهم من السلاح ودفع العربة إلى داخل شاحنة مقفلة صغيرة عند مدخل المبنى. يجب أن تقطع مسافة كبيرة من أجل الدخول والخروج من الفندق، وضباط الأمن منتشرون في جميع النقاط في هذه الفنادق. إذن لم يكن الأمر سهلاً، ولكن خوسيه تمكن من فعله. فندق بارز آخر، وسط مسلح آخر لمئات الآلاف من الدولارات، وهروب آخر من العدالة لا تسوده شائبة. في غضون 2 سطى خوسيه فيجوا على 3 من أكبر فنادق العالم. ازداد الضغط على رجال القانون المحليين أكثر فأكثر للقبض على أكثر السارقين نجاحاً. في مجتمعنا ليس غريباً أن يقوم أحد الأشخاص ذوي التأثير بالاتصال بالعمدة هاتفياً وقولي: ما الذي تفعلونه أنتم؟ لما لصوص أحرار؟ في مقابل إطلاق النار الذي حصل في هندرسون والسرقة المتهورة لفندق نيويورك نيويورك، أنشأت شرطة لاس فيغاس قوات خاصة بمهمة وحيدة هي إلقاء القبض على فيجوا ورجاله. ولكن في أثناء ذلك كان خوسيه فيجوا يضع اللمسات الأخيرة على خطة لأكثر السرقات جرأة في تاريخ فيغاس. فيما يلي، بينما تزداد ميول خوسيه فيجوا الإجرامية تعقيداً ودموية، يقوم بالتخطيط للسطو على أفخم الفنادق في لاس فيغاس وأكثرها تجديداً في إجراءات الحماية، فندق بيلاجيو. مع حلول شهر يونيو عام 2000 كان خوسيه فيجوا ومجموعته المؤلفة من سارقين مدربين جيداً قد هاجموا 4 من أكثر الفنادق شهرة في لاس فيغاس، وهي MGM جراند، ديزرت إن، مانداي باي، ونيويورك نيويورك. تقدر الغنيمة التي حصلوا عليها من مهرجان الجريمة هذا بما يقارب $2 مليون، وقد أصبح فيجوا ومرافقوه أكثر مهارة وإتقاناً ودموية بعد كل جريمة. ولكن كان يخطط فيجوا بعد ذلك للسطو على بيلاجيو، الفندق الجديد والمختلف تماماً، الفندق الأفخم والأشهر والأكثر استخداماً للتقنيات الحديثة في العالم. نظراً لترسانة الأسلحة المستخدمة لحماية الأمن ونظام المراقبة المتطور، بدت السيطرة على بيلاجيو مهمة انتحارية، ولكن ذلك لم يخف الواثق بنفسه إلى حد التكبر كما يقول البعض خوسيه فيجوا. كان لا يفقه معنى الخوف، لم يخف من أن يقتل أو يقتل نفسه
ولم يكن أي احترام من أي نوع كان للحياة. في 3 يوليو في الساعة 6:26 صباحاً يدخل فيغوا إلى بيلاجيو ويشق طريقه نحو صندوق النقد الأساسي وهو يرتدي قفازات ويضع نظارات شمسية وقبعة. في غرفة المراقبة العملاقة في بيلاجيو يشك قائد جهاز الأمن براين زينكي في فيغوا مباشرة ويضعه تحت المراقبة. كان يرتدي بدلة ربيعية ذات ألوان غامقة وقبعة باللون البني الفاتح. كان يضع نظارات شمسية ويرتدي قفازات سوداء، وهذه كانت إحدى الأشياء التي لفتت نظري. فأنت في لاس فيغاس لا أحد يرتدي هذا النوع من الثياب الثقيلة والكثيرة. لم تفلح الإجراءات الأمنية في بيلاجيو في العثور على أوسكار سيسنيروس ولويس واريس اللذين دخلا إلى الفندق في فترة قصيرة بعد دخول زعيم العصابة. التقى الرجال الثلاثة عند صندوق النقد الأساسي في الفندق بينما كان فيغوا يخبر عاملة الصندوق بهدوء بأنها تتعرض للسرقة. شهر سواريس وسيسنيروس أسلحتهما وقفزا إلى الجهة الأخرى من المنضدة وبدأ بتكديس كميات كبيرة من النقود. بينما كان فيغوا يراقب العملية، كان عناصر الأمن يسلطون أكبر عدد من كاميرات المراقبة على صندوق النقد الأساسي. ثم عينت المشغل الأساسي لدي كمشغل أولي، ما يعني أن المشغلين الآخرين سيقومان بتركيب مشاهد الكاميرات ويناديان الأمن، وهكذا نكون قد حصلنا على تغطية شاملة على شاشة مراقبة واحدة. لقد مر أقل من دقيقة على وجود الرجال في صندوق النقد. حتى مع وجود عشرات الكاميرات التي تسجل كل خطوة يقومون بها، تواجه قوات الأمن في بيلاجيو صعوبة في مجاراة فيغوا ومجموعته. في طريق الخروج يكسر أوسكار سيسنيروس آلة قطع النقد المعدنية للحصول على المزيد من المال. فطلب الأمر دقيقتين ونصف دقيقة تحديداً منذ وصولهم إلى المنضدة حتى اللحظة التي خرجوا فيها من أبواب الطوارئ، وفي غضون 3 دقائق كانوا قد أصبحوا في شاحنتهم. كان الأمر سريعاً جداً، سريعاً لدرجة أن قوات الأمن عجزت عن قطع طريق الهروب على فيغوا قبل أن تتمكن سيارة الهروب من الخروج من عقار الفندق. تمكن فيغوا ومجموعته من التغلب على أكبر الفنادق وأكثرها أمناً في المدينة، وتمكن من الهرب بمبلغ نقدي يقارب 200,000 دولار. كانوا قد تخطوا بالفعل كثير من الخطوط الحمر في مجتمعنا، ولكن فندق بيلاجيو لم يكن ذلك جريئاً ومخزياً فحسب، بل كان مسيئاً بالنسبة للناس. كان ذلك المكان مهماً. بعد العودة إلى بيتهم الآمن، قام فيغوا ومجموعته بإحصاء كل الغنيمة. كل الغنائم من أعمال السطو الخمسة التي قاموا بها حتى ذلك اليوم بلغت ما يقارب 2,200,000 دولار. كان من المفترض أن تكون هذه أعلى درجات الأمن وقد هربوا. هذا حير الناس، كيف حصل ذلك؟ كيف تمكنوا من الفرار؟ لم يدرك فيغوا وطاقمه في ذلك الوقت أن فرارهم لم يكن من دون شوائب كما كانوا يظنون، فكاميرات المراقبة في البيلاجيو تلتقط كل تحركاتهم عبر لقطات قريبة عالية الدقة. لقد تمتع بيلاجيو في ذلك اليوم بالقدرة على تكبير الصورة ومتابعة تحركاتهم. في خطوة غير مسبوقة وافق فندق بيلاجيو على عرض المشاهد المصورة على محطات التلفزة. لا يحب أصحاب هذه الأماكن نشر أي مادة دعائية تعتبر مسيئة بحقهم كعملية سطو في منشآتهم، ولكن نظرا لأهمية هؤلاء الأشخاص واتهامهم بارتكاب أعمال قتل، قرر القائمون على هذا المكان تسليم أشرطة الفيديو للشرطة. بثت مشاهد الفيديو التابعة لبيلاجيو في تلك الليلة ضمن جميع نشرات الأخبار المسائية. كانت المشاهد التي سجلتها الكاميرات واضحة. أحياناً تزودنا الشرطة بأشرطة فيديو من كاميرات المراقبة وهي غير واضحة، نوعية التصوير رديئة والمشاهد ليست جيدة، ولكن مع كاميرات بيلاجيو كنت تشعر وكأنك تشاهد فيلماً. كان من الواضح أن ثمة شخصاً بميزات خاصة في المشاهد، وأن كنت تعرف هذا الشخص بإمكانك التعرف عليه. ممن شاهدوا مقاطع الفيديو كان الضابط المسؤول عن الإفراج المشروط عن فيغوا وقد تعرف عليه فوراً. لقد جاء إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي وشاهد مقاطع الفيديو الأولى وقال بعد ذلك إنه متأكد بنسبة 99% من أن هذا الشخص هو. عندما حصلت الشرطة على معلومات عن شركاء فيغوا المعروفين، تمكنوا من التعرف على أوسكار سيسنيروس من خلال أشرطة الفيديو العالية الجودة، وهو الشخص الذي سرق آلة النقود المعدنية. في تمام الساعة 3 من بعد ظهر اليوم 7 يونيو، وتجنباً لتبادل إطلاق النار في مكان إقامة فيغوا، طلبت الشرطة من الضابط المسؤول عن الإفراج المشروط عن فيغوا أن يستدعيه عبر جهاز النداء الآلي على أساس أن يبدو ذلك كأي استدعاء دوري عادي.
كان فيغوا يقوم بالتسوق برفقة زوجته وابنته في مكان قريب في شارع هاندرسون، حيث كان أردى الحارسين المسلحين بدم بارد. في الرابعة مساء، قوات التدخل السريع في فيغاس أصبحت على بعد خطوات من إلقاء القبض على فيغوا وهو يخرج من المركز التجاري، ولكن فيغوا يحس بالكمين ويتصرف بسرعة. قفز في الحي الخاضع لمسؤوليتي، فقفزت من خلفه وبدأت بمطاردته، ثم نفذ عبر مركز تجاري، وكان الأمر أشبه بالأفلام حيث كان الناس يلقون الأشياء ويرمون بأنفسهم على الأرض. بسرعة تخطت 160 كيلومترا في الساعة، قاد فيغوا قوات الشرطة في مطاردة متهورة عبر تقاطع الطرقات المكتظة والأحياء السكنية الهادئة وحتى عبر طريق فيغاس السريع قبل محاولته التخلص من الشرطة في موقف سيارات. دخلت إلى أعلى زقاق من أجل الوصول إلى طريق آخر، وإذا بي أرى خوسيه متوجها مباشرة نحوي، فأخذت الجانب الآخر من الزقاق، وبينما كانت سيارته تعبر بمحاذاة سيارتي قمت بالانعطاف بشدة نحو سيارته وصدمتها، ما تسبب بارتفاعها على عجلتين وهبوطها في الزقاق الآخر في موقف للسيارات. يترك فيغوا زوجته وابنته في السيارة ويقرر أن يهرب من الضابط عدوا. قفزنا من فوق جدار إسمنتي وهو جدار بارتفاع مترين تقريبا، وتمكننا بطريقة ما من إيقاع السيد خوسيه في الكمين، وقام شرطي بإلقاء القبض عليه، وتطلب الأمر تعاونا منا نحن الأربعة. في فترة قصيرة بعد اعتقال فيغوا تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على أوسكار سيسنيروس. لاحظت الشرطة مكانا منخفضا في خزانة غرفة نومه، وقد عثروا على الكنز بجزء سري من تلك الخزانة. وجدوا البنادق التي استخدمت في الهجمات، مسدسات، أموالا، ذخيرة، ملابس وقبعات ونظارات شمسية. عندما قامت قوات الشرطة بتضييق الخناق عليه، اعترف أوسكار سيسنيروس بدوره في قوات الهجوم الإجرامية التابعة لخوسيه فيغوا. لقد تكلم إلى عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي وشرح دوره في كل عملية سطو وتأكد من هوية خوسيه. بفضل اعترافات سيسنيروس جرى توجيه الاتهام لخوسيه فيغوا لارتكابه أكثر من 40 جريمة مختلفة بدرجات تتفاوت، بدءا من الهروب من مسرح الجريمة وصولا إلى السرقة المسلحة والقتل المتعمد. بينما يقترب موعد المحكمة، أعلنت السلطات في كلارك كاونتي أنها ستطالب بعقوبة الإعدام لفيغوا استنادا على شهادة سيسنيروس. كان من المفترض أن يكون هو شاهد الملك، ولكن قبل أن يحين الموعد للإدلاء بشهادته بأيام، ورد اتصال إلى المدعي العام من السجن حيث يوجد الشاهد الملك. الشخص الذي كنا نعول على شهادته للحصول على عقوبة الإعدام لفيغوا شنق نفسه في زنزانته. بالرغم من أنه كان لصاً وسارقاً عنيفاً، كان من المفترض أن يكون الشاهد في هذه القضية، ومثل موته ضربة قاضية لسير القضية. مع موت سيسنيروس قرر الادعاء العام أن يعرض على فيغوا صفقة ما. قبل فيغوا الصفقة، وفي 16 من أغسطس عام 2002 دخل إلى قاعة المحكمة. كانت الشرطة متأكدة من أن فيغوا سيطالب بدعوى استئناف بدل أن يحاول المحاكمة ثم يضطر إلى ذلك. لقد رافق عناصر مسلحون بالبنادق السريعة الطلقات من قوات التدخل السريع فيغوا من السجن إلى قاعة المحكمة، واستخدمنا الكلاب المدربة لفحص المحيط الخارجي للمحكمة للتأكد من خلوها من أي مواد متفجرة. دخل يضع الأصفاد، وكانت يداه ورجلاه ووسطه مكبلة، ويرتدي حزاماً صاعقاً، وكان أحد الضباط في القاعة يحمل معه جهاز التحكم عن بعد بالحزام الصاعق. اعترف خوسيه فيغوا ب43 جريمة وبثلاث جنح، وفي المقابل أعفي من عقوبة الإعدام وحكم عليه بالسجن المؤبد. يقضي فيغوا حالياً فترة عقوبته في سجن الولاية في مدينة إيلي، وهي منشأة الحد الأقصى من الإجراءات الأمنية في إيلي في نيفادا. وهذا لا يعني أن الشرطة لا تنتظر تحركاته الجديدة. أنا متأكد من أنه يجلس في زنزانته ويحك مؤامرة للهرب من السجن، وهو رجل حليم ومثابر، وسيعمل ليجد أنه في يوم ما عندما تصطف النجوم في السماء سيتمكن من بذل أقصى جهده للهرب. وفي المدينة التي يعد فيها التوقيت الملائم للانسحاب السر في عدم الغرق، قد تكون ثقة خوسيه فيغوا وحماستته الزائدتين الحكاية والعبرة الختامية. كان الطمع خطأ خوسيه الفادح، فعل ما كان الجميع
يظنه مستحيلاً. سطع على 5 فنادق وكاد أن ينجو بفعلته، لكنه لم يعلم متى يتوقف. تمكن من الفرار بكمية كبيرة من المال. لو أنه توقف عن ذلك لتمكن من النجاة، لكنه لم يفعل. فيما يلي في العاصمة المالية لأمريكا اللاتينية، يقوم فريق من اللصوص بعملية سطو على مصرف تشبه المعجزة، ثم يختفي أفراده كما يتلاشى الدخان في عملية تحولهم لأبطال قوميين. بوينس آيرس الأرجنتين، المدينة التي تسمى أيضاً باريس أمريكا الجنوبية، إنها مدينة أمريكية لاتينية بنكهة أوروبية. تشتهر بوينس آيرس والأرجنتين بالغذاء وبأجود أنواع اللحوم في العالم. إنها مشهورة أيضاً بفضل رقصة التانجو. تعرف المدينة أيضاً بأنها المركز التجاري لقارة أمريكا الجنوبية، وفي عام 2006 أصبح اسمها مقروناً بإحدى أكبر عمليات السطو المذهلة على المصارف على الإطلاق، عملية نهب اللصوص من خلالها عشرات الملايين من الدولارات. حصل ذلك في أحد أكبر المصارف في البلد، بانكو ريو، الذي كان له فرع في عام 2006 في هذا المبنى بإحدى ضواحي مدينة أكاسوس الفخمة على بعد 10 مربعات سكنية من لابلاتا ريفر. إنها إحدى أكثر المناطق ثراءً في بوينس آيرس، وثمة حشد كبير من الأثرياء والمشاهير هنا. لقد قيل إنه كان من العادي وجود 12 مليوناً من الدولارات في تلك الخزنات في يوم واحد. كانت المسروقات عبارة عن نقود معظمها لم يجري عده وتسجيله. كان الكثير من المواطنين الأثرياء يحتفظون بكميات هائلة من النقود في خزنات حفظ الأمانات الحديدية في بانكو ريو، تهرباً من سياسة حكومية مكلفة تجبر المواطن الأرجنتيني على تبديل دولاراته إلى البيزوس. بسبب القيود التي يفرضها المصرف على حسابات التوفير، يفضل الكثير من الناس الاحتفاظ بنقودهم في خزنة الأمانات الحديدية. ظن مودعو الأموال الأثرياء في بانكو ريو أنهم إذا ما وضعوا أموالهم في خزنات حفظ الأموال الحديدية ستكون بأمان من يد الحكومة. لعل الأمر كان صحيحاً، ولكن ذلك لم يعني أنها كانت آمنة من أحد أكثر السارقين الذين عرفهم العالم دهاءً. في الساعة 12:30 من ظهر يوم الجمعة الواقع في 13 يناير عام 2006، اقتحم عدد من الرجال المسلحين بانكو ريو. دخل السارقون من طريقين مختلفين. دخلت المجموعة الأولى عبر مرأب موقف السيارات، والمجموعة الثانية المؤلفة من 3 أشخاص دخلت من الباب الرئيسي متموهين في دور زبائن عاديين. ماركو الغامض هو أحد القادة المعروفين للمجموعة، وبرغم أنه يفضل أن تبقى هويته مجهولة إلا أنه يريد أن يشرح لماذا أقدم هو وفرقته على سرقة أحد أكثر المصارف ثراءً في إحدى أكثر المدن ثراءً في أمريكا الجنوبية. لقد كان هذا البنك الملائم نوعاً ما، إنه المصرف الذي يود الشخص أن يسطو عليه ويلقنه درساً على سبيل التغيير ربما، وكان الأمر أيضاً نوعاً من الانتقام. بهدوء ولكن شاهرين الأسلحة، احتجز السارقون 23 رهينة بمن فيهم 9 من موظفي المصرف. لقد كانوا أنيقين. قائد المجموعة كان يرتدي بدلة رسمية رمادية اللون ويضع ربطة عنق. قام اللصوص فوراً بتقسيم الرهائن إلى 3 مجموعات، ووضعوا كل مجموعة في مكان مختلف من المصرف. بتقسيم الرهائن منع السارقون الشرطة من الدخول والسيطرة على الموقف بسهولة. حتى بالنسبة إلى الرهائن، كان من الواضح أن هذا ليس سطواً عادياً على المصرف. حالما استقر الرهائن في أماكنهم، بدأ السارقون بتبادل الأحاديث والمزاح معهم. لم نشأ أن نتسبب بالأذى لأي كان، أردنا فقط الحصول على مكان لنا، أردنا فقط أن نلقن المصرف والمؤسسة درساً، وهذا ما فعلناه. ترك السارقون الرهائن يستخدمون هواتفهم النقالة للاتصال بعوائلهم وطمأنتهم. كانت هذه خطة السارقين لجلب العائلات إلى هناك وجلب الشرطة إلى هناك وجلب الجميع إلى هناك. وبالسماح للرهائن بالاتصال بعائلاتهم،
حرص ماركو ورفاقه على أن يدخلوا المكان في بانكو ريو في فوضى عارمة. أقامت عائلات الرهائن جداراً بشرياً في مقابل المصرف، ولم تتمكن الشرطة من الدخول. بدأ أفراد العائلات عدوانيين وأيضاً مخيفين. الأمر الأول من عمدة بوينس آيرس فيليب دي سولا كان عدم إطلاق النار نهائياً. لم يمض وقت طويل على تظاهرة عائلات الرهائن حتى حضرت قوة تكتيكية تسمى مجموعة الصقر، وأجرت فوراً اتصالاً مع قائد العصابة. لقد استخدمنا وسيطاً للتواصل مع اللصوص، كان من المفترض أن يعلم ما هي طلباتهم، وقد حاول التفاوض معهم من أجل الإفراج عن الرهائن. فاوضت الشرطة قائد المجموعة لعدة ساعات مشحونة بالتوتر، ولكن لم تتضح مطالب السارقين أو حتى الهدف من السيطرة على المصرف. كنا نتكلم معهم لأن هذا هو عملنا، التفاوض، وقد احتجنا إلى الوقت، لذلك كنا نضيع الوقت. أخيراً بعد ثلاث ساعات من المفاوضات اعتقدت الشرطة بأنها توصلت إلى نتيجة ما. لقد طلبوا البيتزا والمرطبات، الوجبة الأخيرة والحرية، هكذا هو الأمر عادة في حالات احتياز الرهائن. عندما طلب السارقون الطعام ظنت الشرطة أن المفاوضات قد نجحت وأن السارقين على وشك أن يسلموا أنفسهم. على الأقل هذا ما ظنته الشرطة، ولكن تبين أن هذا هو آخر تواصل للسلطات مع السارقين. فقدت الشرطة الاتصال بالسارقين، حاولوا الاتصال بهم مراراً على الهاتف ولكن لا جواب. ومع ذلك بقيت مجموعة الصقر في مكانها والوضع تحت سيطرتها بالتأكيد. ليس بالأمر المهم، سيكون الجميع بخير، لا أحد يشكك في ذلك. وصلت البيتزا في الساعة 4:37 عصراً. فتح أحد رجال الشرطة باب المصرف وصاح عبر مكبر الصوت: لقد وصلت البيتزا. طلب منهم الخروج لأنه قد أحضر لهم البيتزا، ولكن لم يجيبوا أحد. عند ذلك بدأت الشرطة تقلق وتتساءل لماذا لا يجيبون. حاولت الشرطة الاتصال عبر خط الهاتف الأرضي في المصرف، هذه المرة لم يجبهم أحد. أجاب أحد الرهائن قائلا: نحن وحدنا هنا، لقد رحل جميع السارقين. قررت الشرطة اقتحام المصرف بقيادة مجموعة الصقر، ولكن من دون إطلاق أي رصاصة. وجدوا في الداخل 147 خزنة أمانات حديدية منهوبة وخاوية، و23 رهينة خائفة ولكن غير مصابة بالأذى. كان الأمر يبدو وكأنهم قد تبخروا في الهواء. عندما دخلت مجموعة الصقر كان السارقون قد هربوا. كان الأمر لا يصدق. الكلمة التي استخدمتها الشرطة كانت أنهم تبخروا. كان الجميع مذهولين. في 13 يناير 2006 تقف شرطة بوينوس آيرس حائرة في فرع أكاسوسو من بانكو ريو، أحد أكثر المصارف ثروة وأمنا في البلاد. في وقت مبكر من ذلك النهار قام فريق من السارقين باقتحام المصرف واحتجاز 23 رهينة، ولكن السارقين اختفوا بعد ذلك ومعهم محتوى 147 خزنة أمانات حديدية الذي يقدر ما بين 7 و10 ملايين دولار. يعد السطو على بانكو ريو من أكثر السرقات إثارة للدهشة في العالم. أول ما فكرت فيه الشرطة كان أن السارقين قد يكونون مختبئين ما بين الرهائن ويمثلون دور الضحايا. قام التحريون بالتحقق من هوية كل شخص على حدة للتأكد من صحتها، ولكن جرى التأكد من هويات جميع الرهائن واللصوص لم يكونوا بينهم. شعرت مجموعة الصقر بإحباط وبإحراج كبيرين. بدا كأن اللصوص كانوا يهزؤون ب200 عنصر من الشرطة بفرارهم هكذا من دون إطلاق رصاصة واحدة. في داخل المصرف وجدت الشرطة الأسلحة التي خلفها السارقون وراءهم، ولكن الاكتشاف جعل قوات الشرطة تبدو أكثر سخافة من ذي قبل. لم تكن الأسلحة سوى ألعاب. الأسلحة التي ظنتها الشرطة حقيقية لم تكن سوى أسلحة غير واقعية. مع القليل من الدلائل أكمل عناصر الشرطة البحث في داخل المصرف، وأخيراً وصلوا إلى القبو
وهناك عثروا على ما كانوا يبحثون عنه. في قبو المصرف لقد وجدوا حفرة في الجدار. الحفرة كبيرة بما يكفي ليتسلل منها رجل واحد زاحفاً، ولكن وجد رجال الشرطة في داخلها قنبلة يدوية. اضطرت الشرطة لإيقاف الأبحاث واستدعاء وحدة المتفجرات. كنا نعلم بأن الشرطة عندما تدخل وترى ما قد يكون جسماً متفجراً ستكون بحاجة إلى ساعتين إلى ثلاث من أجل استدعاء وحدة أخرى للحضور والتحقق من الأمر. تبين أن المتفجرات أيضاً تماماً كالأسلحة غير واقعية. لم نعرض أي شخص للخطر ما عدا أنفسنا. وأخيراً تمكنت الشرطة من معرفة أن الحفرة التي في المصرف تتصل بشبكة واسعة من أنفاق الصرف الصحي التي تمتد تحت المدينة بأكملها. شبكة هائلة من الأنفاق تمتد تحت المدينة، حيث تذهب مياه المجاري الآتية من المنازل والمياه الآسنة الآتية من مصارف الشوارع. تنتهي أنفاق أنابيب المجاري في لا بلاتا ريفر على بعد عشرة مربعات سكنية من بانكوريو. توصلت الشرطة إلى أول دليل لها، الطريق التي هرب منها السارقون. في الوقت الذي اكتشف فيه رجال الشرطة بأن السارقين قد هربوا عبر أنابيب المجاري، كان السارقون قد تقدموا عليهم بتسع ساعات. شيئاً فشيئاً على مدى الأشهر التي تلت، بدأت الشرطة بوضع قطع أحجية هذا السطو المذهل إلى جانب بعضها بعضاً لمعرفة كيفية حصوله. بدأ ماركو الغامض وبقية السارقين بالتخطيط للجريمة قبل عام من حدوثها. علم السارقون بأنهم من أجل الوصول إلى خزنات الأمانات من دون التسبب بتشغيل أجهزة الإنذار يجب أن يدخلوا إلى هناك عندما يكون المصرف مفتوحاً، ما يعني أن احتجاز الرهائن أمر لا يمكن تفاديه. كان السارقون يعلمون ما الذي سوف يحصل بعد أن تتعطل أجهزة الإنذار. سوف تأتي الشرطة وتحاصر الفرع، وبما أنهم علموا كيف سيكون الوضع قاموا بنوع من التمثيل على المسرح بثلاثة تصرفات مختلفة. التصرف الأول كان خلق بيئة حول المصرف تمنع قوات الشرطة من اقتحامه، والتصرف الثاني بمفاوضات كاذبة حول الرهائن من أجل كسب الوقت. بينما كانت مجموعة على نوافذ المصرف تفاوض الشرطة، كانت المجموعة الثانية تعمل بجد. والعمل الذي أشغل فيه كان فتح الخزنة تلو الأخرى. استخدموا مطرقة حديدية منزلية الصنع لفتح خزنات الأمانات الحديدية. تمكنوا من فتح كل خزنة في أقل من 10 ثوان. التصرف الثالث الذي قام به السارقون كان خلق طريقة آمنة للهروب. لقد كانت هذه هي السمة الأكثر دقة ودهاء في عملية السطو. لقد أمضوا 4 أشهر وهم يحفرون النفق من أنابيب المجاري إلى قبو المصرف. استخدمنا معدات عادية كالرفش وغيره. كان علينا الصعود والتناوب والعمل ليلا. بينما أشغلت الشرطة بطلب البيتزا، نقل السارقون الأموال المسروقة من الخزنات الحديدية إلى طوف قابل للنفخ يطفو فوق المياه في أنابيب المجاري. ابتدع السارقون أيضا طريقة للحرص على أن يكون في أنابيب المجاري ما يكفي من المياه لتبقي الطوف المحمل بالأموال المسروقة عائما طوال الطريق. لقد اضطررنا إلى بناء نوع من السدود لنتمكن من الإبحار نحو الحرية. وضع السارقون علامات مشعة على جدران الأنابيب لهدايتهم عبر المتاهة الغارقة في الظلام إلى النقطة التي يقومون فيها بتفريغ الطوف والاختفاء في الليل. كانت خطتنا محكمة ومدروسة لدرجة أننا عندما وصلنا إلى البيت كانت النشرات الإخبارية تتكلم عنا. كانت الشرطة تدخل المصرف وجلسنا نشاهد عملية السطو التي قمنا بها على التلفاز. كانت عملية الهروب كاملة لدرجة أنه بعد عدة أسابيع من الجريمة كانت الشرطة عاجزة عن الوصول لأي دليل عن هوية السارقين. التقديرات الرسمية هي أنهم قد سرقوا 8 ملايين من الدولارات. لقد كان في المصرف 147 خزنة أمانات حديدية، وبحسب المصرف كل واحد من الزبائن كان يمتلك 50,000 دولار، لكن التقديرات غير الرسمية تشير إلى أنهم سلبوا 25 مليون دولار. اتضح أن عملية السطو على بانكوريو كانت الجريمة المطلقة ولعلها السرقة الأكبر في تاريخ أمريكا الجنوبية، ولكن الجريمة كان فيها خطأ فادح واحد كما تبين فيما بعد. لقد فكروا في جميع التفاصيل التي تجعل عملية السرقة عملية أسطورية، ولكنهم نسوا المتاعب التي قد يتسبب بها عاشق غيور. كانت غلطة كبيرة.
بعد 5 أسابيع من السطو على المصرف، اتصلت امرأة تدعى إليسيا دي توليو بالشرطة مدعية بأنها تعرف هوية سارق بانكو ريو الحقيقية. لقد كان أحد السارقين متزوجاً بامرأة تدعى أليسيا، ولكنه بعد شهر من السطو على المصرف هجرها من أجل امرأة أجمل وأصغر سناً. بدأ يوعد امرأة في 22 من العمر، ترك زوجته من دون أي أموال فوشت به. على الفور بدأت الشرطة بإلقاء القبض على عدة أشخاص ادعت إليسيا دي توليو أنهم من قاموا بعملية النهب، ولكن لم تعتقل جميع المتورطين في الجريمة. لا أزال طليقاً لأن أليسيا لم تكن تعرفني، ولأن الآخرين لم يشوا بي أيضاً. بينما لا يزال ماركو الغامض طليقاً، استهدف المحققون فرناندو أراخو مدعين بأنه هو العقل المدبر الأصلي للجريمة. يبدو أن المحققين يظنون بأنني من خطط للسرقة بحسب ما قالته أليسيا بالتحقيق على الأقل. ولكن في غياب أي أدلة حسية، ستكون كلمة فرناندو في المحكمة ضد إفادة زوجة مهجورة وحيدة. أي إدانة في القضية تبدو غير مرجحة، إضافة إلى أن السلطات لا تمتلك أي دليل على مخبأ الأموال، وهذا جعل الشرطة تبدو سخيفة، والعصابة التي نهبت بانكو ريو تحظى بشعبية الأبطال في أرجاء الأرجنتين. كان مفهوم الناس عن الجريمة أنهم راضون عما فعله السارقون، فهم لم يطلقوا رصاصة واحدة أو يتسببوا بأي أذى لأحد، بينما هم يهزؤون بالشرطة طوال الوقت وينتقمون لكل الأموال التي خسرها الشعب. أردنا إيذاء المصرف لأنه سرق منا ومن جميع الناس. يجب أن تعيش هنا بيننا حتى تفهم ما فعلناه. الأمر بهذه البساطة.